السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: من هو المشرك بالله؟ المشرك يؤمن بوجود الله لكنه يشرك، أي يتخذ مع الله إلها آخر فيكون بعبادة إما مخلوقات أو حيوانات أو أصنام أو نار أو نجوم، يستغيث بها ويصلي لها فيجعل لله شريكا في العبادة وشريكا في ملكه، وهذا ضد التوحيد. كل ما يعبد من دون الله إنه شرك وكفر، ومأواه النار إذا مات على الشرك أو الكفر. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك نوعان: الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأصغر يكون بالأقوال، كالحلف بغير الله، كالحلف بالكعبة أو القرآن أو الوالدين. قال النبي عليه السلام: لا تحلفوا إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. الشرك قد يكون عند الاعتقاد بأن الأموات أو الولي عندهم شيء من الربوبية فتكون بدعوتهم للمساعدة. ومن الشرك الرياء، كأن يؤدي العبادة ليس لمرضاة الله لكن لمرضاة الناس حتى يمدحوه ويقولوا عنه أنه شخص صالح. ومن الشرك الأصغر الذهاب إلى الدجالين والعرافين وتعليق الخرز والأحراز على الجسم أو في البيت. أما الشرك الأكبر هو عبادة لغير الله والاستغاثة بالصحراء أو الأموات أو الملائكة أو الجن أو الأصنام. الشرك الأكبر هو عدم الإيمان بأركان الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويكون جاحدا أي منكرا للصلاة أو الزكاة أو الصيام. المشرك الشرك الأكبر كافرا أو منافقا يحبط الله كل أعماله حتى لو كانت خيرة، ولا يحصل على أجر على فعلها، ولن يغفر الله له، ويكون مخلدا في النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.